فضيلة الشيخ عطية صقر، عند ذكر الأحاديث النبوية الشريفة نرى هذه التعبيرات: حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، إلى آخر هذه الأوصاف، فما هو الضابط الذي نحكم به على الأحاديث؟ هناك في عرف المحدثين ما يسمى بالحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. فالصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله واتصل سنده ولم يكن به شذوذ ولا علة قادحة، والحديث الحسن كالصحيح إلا أن الرواة المعروفين بالصدق فيهم قصور في الضبط عن ضبط رواة الصحيح، والحديث الضعيف ما فقد شرطا من شروط الصحة والحسن، وأنواعه كثيرة. والأولان يقبلان في إثبات الأحكام العملية، ولا يقبل الضعيف إلا في فضائل الأعمال. توجد هناك ألفاظ موجودة في الكتب عند رواية الحديث لا بد من معرفة معناها، مثل متفق عليه، والمراد أن البخاري ومسلما أخرجاه في صحيحيهما. وعند ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار يستعمل هذا الاصطلاح وهو متفق عليه فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل. وهناك اصطلاح رواه الشيخان والمراد بهما البخاري ومسلم. هناك اصطلاح رواه الخمسة المراد بهم عند ابن تيمية والشوكاني أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. واصطلاح رواه الجماعة أي رواه السبعة كلهم البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة المذكورون. والله أعلم.